أوقاتكم أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم متابعين قناة تنزيلات تركية. رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم رح أقدم لكم عروض ماركت البيم، رح تبدأ من بكرة يوم الجمعة 16 ديسمبر. عروض رأس السنة، كتالوج رائع جدا، في فيديوهات توضيحية للمنتجات بآخر الفيديو، تابعوا للنهاية. قبل ما نبدأ ما تنسوا دعم الفيديو باللايك، كتير أساسي اللايك لحتى يرتفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد من الناس. اللهم صلي على سيدنا محمد. بسم الله نبدأ بالعرض الأول. من ماركت كومتال طقم غاز 3 قطع، بيجي غاز زجاجي 4 رؤوس مع شفاط للدهون وفرن ب 3999 ليرة. من ماركت ناتشور لوف دفة تقطيع خشبية أبعادها 33 ب 46 سنتي سعرها 189 ليرة. علبة صابون زجاجية بسعر 47 ليرة ونص، في منها عدة ألوان. من ماركت شيفز طاوة جرانيت غير لاصقة ديكور قلوب ولون أحمر، بالنسبة لقطرة 28 سنتي ممتازة جدا، سعرها 109 ليرات. هون عنا عرض على القطع البلاستيكية، أي قطعة بلاستيكية ب 8 ليرات 75 قرش. طبعا في مجموعة متنوعة، عصارة حمضيات، حافظة، سلال، مصافي، يعني أي قطعة ب 8 ليرات 75 قرش. لا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تشوفوا كل فيديوهاتنا الجديدة. إن شاء الله بكرة بنعملكم جولة بماركت البيم. حافظات عدد 4 بأربع أحجام مختلفة دائرية الشكل، الأربعة ب 75 ليرة. طبق للبيتزا قطره 30 سنتي سعره 49 ليرة. سكرية زجاجية من ماركت لاف ب 39.5. كاسة مشروبات من لاف ب 14.5. زبدية من ماركت لاف ب 12 ليرة ونص. من باشا باشا 6 كاسات شاي مع 6 صحون ب 129 ليرة. هون في عرض على صينيتين زجاجيات مستطيلة الشكل بحجمين مختلفين، الاثنين ب 99 ليرة فقط. كرسي حمام للأطفال ب 29.5. سلة قمامة سعرها 18 لتر سعرها 49 ليرة. فنجان زجاجي على شكل شجرة كريسمس 300 ميلي ب 169 ليرة. علقتين للمطبخ ب 8 ليرات 75 قرش. من ماركت كي سمارت فريزر عبارة عن 4 دروج، ماركة كتير حلوة بالإضافة لوجود كفالة سنتين، السعر السعر 3499 ليرة. بالنسبة لسعته 500 ميلي سعره 179 ليرة. طبق للسلطة أو زبدية سلطة بالنسبة لطول 20 سنتي السعر 17.5. كمان طبق سلطة أكبر من اللي قبله طوله 25 سنتي السعر 22.5. صبارة راقصة بتشتغل على البلوتوث بتغني وبترقص، في صبية سألت بتغني ولا بترقص، بتغني وبترقص سوا، بسعر 179 ليرة. فنجان كتير حلو إله هيك مثل قصب بيتحركوا، بالنسبة لسعته 300 ميلي سعره 109 ليرات. عرض على 4 شلمونات زجاجية مع فرشاية تنظيف ب 39.5. عرض كتير حلو على 6 فنجين مع 6 صحون طقم للقهوة، كتير حلوين باللون الأبيض، المسكة تبعه ذهبي، سعر الطقم 349 ليرة. بيجامات بناتية شتوية، في من عمر 7 سنين لعمر 12 سنة، البيجامة ب 149 ليرة. بطانية تي في أبعادها 130 ب 170 سنتي السعر 165 ليرة. الحاف مزدوج أبعاده 195 ب 215 سنتي السعر 399 ليرة. وجين مخاد ب 129 ليرة، بيجوا هدول مخمل مثل القماش تبع الحاف. جواكيت نسائية تريكو في مقاسين ميديوم ولارج ب 149. كنزات شتوية في مقاسين ميديوم ولارج السعر 109. كنزات رجالية كمان تريكو في مقاسات ميديوم لارج اكس لارج، القطعة ب 129. جواكيت رجالية في مقاسين ميديوم لارج اكس لارج، القطعة ب 149 ليرة. قمصان رجالية كارو في مقاسات لارج اكس لارج 2 اكس لارج، القطعة ب 99 ليرة. طواقي رجالي ب 39.5. طقم طاقية مع لحشة بناتي ب 69. كمان طاقية مع لحشة صبياني ب 69 ليرة. شال نسائي ب 99. طواقي نسائي ب 39.5. بوت رجالي ماركت ليتون في نمرة 31 42 43، البوت ب 249 ليرة. هلا هون عنا موبايلات. من ماركت شاومي الموبايل الأول راماته 4 جيجا، ذاكرته 64 جيجا، السعر 4699 ليرة. الموبايل الثاني من شاومي رامات 3 جيجا، الذاكرة 64 جيجا،
السعر 3649 ليرة. الموبايل الثالث من أوبو، ماركة كتير حلوة كمان، ماركة شاومي ممتازة، أنا موبايلي شاومي. ماركة أوبو رامات 4 ذاكرة 64، السعر 4199 ليرة. من ماركة ريلمي موبايل محمول رامات 4 جيجا ذاكرة 64 جيجا، السعر 3899 ليرة. موبايل محمول من ريلمي الرامات 2 جيجا ذاكرته 32 جيجا، السعر 2749 ليرة. آخر موبايل من ديجيتسو، الشاشة تبعه أصدقائي كبيرة، راماته 4 ذاكرته 64 جيجا، سعره 2999 ليرة. كلياتهم معهم كفالة سنتين، ماركة شاومي بتجي بالمرتبة الأولى هي وأوبو، بعدين الموبايلات الثانية. طابعة من اتش بي سمارت تي في ب 3799 ليرة، فيها واي فاي داخلي، بتطبع ملون. كمان من ماركة اتش بي طابعة كمان بتطبع ملون ب 1999 ليرة، معهم كفالة سنتين الاثنين. ساعة من هواوي ضد المي رجالية ب 2599 ليرة. ترموس من ماركة ستانلي بيسع 1.3 لتر ب 899. ترموس من ستانلي بيسع 1 لتر ب 799. ترموس من ستانلي بيسع 0.47 لتر ب 599 ليرة. كلهم معهم كفالة. لمبة ديسكو مع قاعدة متحركة 360 درجة ب 149 ليرة. من ستار كوم مكبر صوت مع مايك بسعر 399. في هون أعواد مضيئة عدد 15 ب 99 ليرة. كمان في هون زينة لعيد الميلاد، في هون قطعة بتصدر موسيقى ونتفات تلج ب 119. كمان هون مثل طابة بقلبها نتفات تلج ب 21 ليرة. قاعدة بوالين فيكن تعلقوا فيها 7 بوالين ب 27.5، بوالين عدد 5 ب 8.5، بخاخ تلج ب 22.5. كمان في هي نفس الديكور تبع نتفة التلج وبتطالع موسيقى ولكن حجم أصغر، سعرها 79 ليرة. شحاطات نسائية ب 65. ديكور للحائط أو الباب ب 49. رف للحائط عبارة عن رفين بسعر 59 ليرة خشبي. كمان هون قاعدة للشموع على شكل نجمة بسعر 39 ليرة ونص، للثلاث قطع ثلاثة ب 39 ليرة ونص. صندوق ديكور ب 49.5. أربع نجوم هي قاعدة لتحت الكاسات ب 19.5. كمان هون ديكور ب 49 ليرة، ديكور خشبي أيضا ب 49. هي القطعة هي بتصدر موسيقى، رح يكون في إلها فيديو توضيحي بالنهاية، سعرها 99 ليرة. ألعاب للأطفال ب 49، كمان ألعاب للأطفال ب 59، لعبة للأطفال ب 29.5، سيارات ب 69، بزل للأطفال فيها 250 قطعة ب 27.5، طابة للأطفال بسعر 24.5. لهون أصدقائي عروض ماركة البيم بتكون خلصت، العروض رح تبدأ من بكرة يوم الجمعة 16 ديسمبر. هلا بدي أترككم مع الفيديوهات التوضيحية، شكرا للمتابعة الحلوة، بدي أودعكم، سلام.